بعد ختام مثير للبطولة الأولى، انطلقت بالأمس منافسات بطولة الاتحاد الدولي والآسيوي للتنس الثانية تحت 14 سنة، والتي تستضيفها سلطنة عمان بمشاركة 8 دول. والله مستوى المنافسة شديدة وما كنا نتوقع هذا المستويات الموجودة، يعني للأمانة اللاعبين ما قصروا يعني، وفي قتال في الملعب، وكل من يبي ياخذ الفرصة هذه اللي تأهله للدور الثاني، يعني للبطولة الثانية اللي بتكون في وسط آسيا تقريبا. البطولة الأولى شهدت سيطرة واضحة لمنتخبي إيران وتركمانستان على المراكز الأولى في فئتي الأولاد والفتيات، وكذلك في منافسات الزوجي، بعد أن حصل على لقب فئة فرد الأولاد الإيراني كيروش، وفي فئة الفتيات حصلت اللاعبة التركمانية أليما على لقب الفئة، وفي فئة الزوجي توج المنتخب الإيراني باللقب لفئتي الأولاد والبنات. هذه البطولة جيدة جدا، واللاعبات يلعبن بشكل جيد. كانت مباريات ممتعة، وحلمي الوصول للجراند سلام، ولن يكون الأمر بسهل، لكن سأبذل قصارى جهدي لأحقق الهدف. وجاءت نتائج لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني للتنس في البطولة متذبذبة، وكانت فرصة لهم للاحتكاك وزيادة معدلات الخبرات. مستوى البطولة كانت زينة، واحتكينا مع بعض الدول، وإن شاء الله نفوز هذه البطولة. وينتظر محبو هذه اللعبة مستوى عال حافل بالتشويق والإثارة والندية، قبل أن تختتم البطولة منافساتها بعد يومين.